بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. الرجل اللي قدامكم ده عامل الفيديو ده عامل 8 مليون مشاهدة، بيتكلم عن تطعيم الطماطم على البطاطس. تمام، الطماطم فوق اهيت وعلى البطاطس الراجل بحاول يعني يعمل لنا حاجة يعني اعتمد فيها على ان البطاطس والطماطم بينتموا لعائلة نباتية واحدة، وهي العائلة البذنجانية. والعائلة البذنجانية معروف ان هي بتشتمل على البتنجان والبطاطس والطماطم والفلفل. تمام، طيب هو ابتدى، هو جاب البذور بتاعت الطماطم وابتدى يحطها ويعمل شتلة طماطم عادية خالص، كل الرجال عندنا في المشاتل بيعملوها بأريحية، ودي ما فيهاش اي حاجة خالص. تمام، جاب صنف الطماطم اهو، وراح في جاب 2 قصص اهمت، قصيص وقصيص اهوت، وجاب بطاطس. البطاطس هي عنده فيها البراعم بتاعتها، وابتدى يحط هنا شوية بتمس وهنا شوية بتمس او تربة زراعية، وفي الاخر حط البطاطس في الوسط وغطاها برده اهو زي ما حضراتكم شايفين. ابتدى يحط لها شوية مية لحد هو عايز طبعا يخلي البطاطس تطلع عشان يبدأ يطعم عليها الطماطم. بعد 2.5 ويك اهو، ويكس اهو، يعني بعد 2.5 اسبوعين اهو، ابتدت البطاطس عنده تطلع اهيت. الراجل بقى يعني دقيق جدا وراجل نظيف قوي، فراح جايب لك الكحول اهوت، وابتدى يطهر الادوات اللي هو يستخدمها، ادى المطوه دي بتاعت التطعيم. تمام، والمقص معاه برده اهوت اهو، طلع وراح يجيب لنا الطعم بقى، ده بنسميه الطعم. راح جاب برعم طرفي من الطماطم اللي هو زرعها، تمام، من القمة المريستمية اللي هي الغضة خالص دي. تمام، اهو جاب اهوت، وابتدى يشيل الورق ده. ليه؟ ليه بيشيل الورق؟ اي تطعيم احنا بنشيل شوية الورق دول عشان نقلل عملية فقد المية، لان بيحصل نتح للنبات، يعني ده ورق بيحصل منه نتح حتى لو انت قاطعه. تمام، فهو بيقلل السطح المعرض للضوء والشمس، فابتدى ايه يقص الورق ويسيب لنا بس الورق الصغير، وابتدى يعمل بطريقتين اهو. دي طريقة معينة اهي، ابتدى يشق اهو. تمام، دي الاصل اللي هو البطاطس، وراح على الطعم اللي هو الطماطم اللي جايبه اهو، وابتدى زي ما حضراتكم شايفين كده ايه يبريه زي القلم كده، عاشق ومعشوق هيدخلهم في بعض. تمام، طبعا بيشيل القشرة اللي من هنا والقشرة اللي من هنا. تمام، ايوه اهو، ابتدى يحطهم اهوت، تراكيب عاديه خالص جدا جدا اي واحد يقدر يعملها. تمام، القصه في ايه؟ في القصه بقى فيما بعد عمليه التطعيم. لحد كده العمليه سهله، هي الصعوبه في ايه؟ هو ابتدى يلم. احنا طبعا بنحط دبابيس وكلام من ده كله، بس انا يعني بفضل اللي هي البلاستيك، لان ما بتخلي اولا بتعمل اغلاق تام لمنطقه التقاء الطعم بالاصل. تمام، واهو وما فيش فقد لاي رطوبه خالص. دي طريقه تانيه اعتقد، اهو شايف اهو نفس طريقه تانيه يعني، لكن في الاول وفي الاخر هم ايه، هي واحد، ما فيش اي مشكله. فهي طريقه اللسان اهي، تمام اهو طريقه اللسان ديت. المهم ايا كان يعني، الراجل طعام لك اهوت، وابتدى ايه، وبرضه هيطعمهم كله. تمام، هيطعمهم كله اهو، هيكمل عليه، ابتدى يطعم، يعدي عليهم كلهم اهو. تمام، وابتدى يرويهم طبعا العادي يعني. المهم بعد ما بيعمل عملية التطعيم ده لازم درجة رطوبة معينة، لو الجو جاف ما ينفعش التطعيم. تمام، ولازم درجة حرارة برضو معينة، فعشان يحفظ الرطوبة هو ابتدى يحط كيس بلاستيك اهو. تمام، وجاب لنا الكتاب اللي الراجل اشتغل منه، يعني وهيشتغل 70 يوم، الاخر خالص هنلاقي تقريبا حبيتين طماطم بياكل فيهم في الاخر، وحبيتين بطاطس برضو. يعني الموضوع مش مستهويني قوي، لكن والله يعني 3 دايز اهو، 3 دايز اهو، بعد 3 ايام اهو، شوف ديت ابتدت يعني تنام شويه، هيبدا يحط لها برضه شوره رطوب عشان يصحيها، ويحط لها الكيس، هتبدا تقف تاني واموره هتبقى طبيعيه جدا. هي المنطقه الحته دي الحساسه، بس الحته دي الحساسه اللي هو مجرد يعني ان هو يوفر درجة حرارة معينة والرطوبة اهم حاجة في القصة ديت، عشان الطعم ما يفقدش المية اللي فيه ويموت. دي اهم حاجة في القصة يعني، فاهمني؟ اهو لازم احط الكيس، وطبعا ما احطش الكيس ما يكتمهوش خالص علشان برضو يحصل فيه تهوية وكده. اهو
عمال يشيل من هنا يحط من هنا، او بيزود رطوبة، لازم رطوبة، الرطوبة دي يعني لازم منها، ودرجة الحرارة المعينة، تمام. ولازم كمان يبقى في مكان مظلل على فكرة، يعني شبه مظلل كده او مظلل كامل، لحد ما بتنجح الشتلة خلاص امورك بتبقى طبيعية، يعني شبه مظلل للمكان لازم يكون، يعني عشان الإشعاع الضوء الإشعاع الشمسي والضوء ما يكونش شديد، عشان ما يحصلش راح على نبات الببوء اهو، اهو البوص يعني عندنا، وابتدى الراجل يعمل لنا شوية بوص هم شوية بقى بتوع لا كل عندهم يعني حاجات جاهزة، ولازم ياخد الايه بتاع الكلب بتاعه ده معاه، تمام. طبعا احنا في الاسلام طبعا عندنا حرام تربية الكلاب الا للحراسة يعني، تمام. يلا يا سيدي اهو الراجل ابتدى يجيب اسس كبيرة شوية، وابتدى يحط مخصبات اهو، هتحط ان بي كي ولا ايه، المهم ايا كان، جاب اسس كبير بقى، اسس كبير اهو، وابتدى ينقل الاسس الصغير في اسس كبير عشان الجدر معاه يكبر، تمام. وابتدى يغطى بقش رز او بايه اهو، المهم مادة جافة، وطبعا بيعمل تدعيم لنبات الطماطم، تمام، عشان يتربى رأسي. مع انه لو طماطم عادية مش لازم لها القصة اللي هو بيعملها ديت يعني، او قد يكون معتمد ان نبات البطاطس مش هيكون يعني نبات البطاطس مش هيكون قوي يعني، بالنسبة يعمل مجموع خضري قوي، وده اللي ظاهر في آخر الفيديو بصراحة ربنا يعني، مش عامل شايف ده بقى ايه اللي هي خابت ديت، او بيعمل لها تدعيم تاني اهوت علشان يحصل لها لزق يعني، هو بيكشف عليها، اذا لقاها حصل التحام قوي وخلاص بيشيل، ما لقاش بيحط عليها اللزقة تاني او البلاستيك تاني، وبيروي لك عندك مادة عضوية اهو، تمام، اللون بتاعها متغير، هتلاقيها يومك او اي حاجة، تمام. يا سلام، لولو لولو لولي، الراجل طلع عندنا هو حصل عقد، وبعد 70 دايز اهوت سينس جرافيتنج، بعد ال 70 يوم بعد التطعيم، تمام، اهوت الراجل طلع لنا كام طماطمية الخايبين اللي انتوا شايفينهم ده هم، تمام. ويعني ايه الراجل وطبعا هو عامل كذا نوع من الطماطم، يعني في طماطم عندك هي لون مخليها الوان يعني علشان يحصل شغف يعني بالقصه اللي هو عاملها. طبعا هي بذور يعني عادي، احنا عندنا طبعا بذور الكبيره والصغيره. ويا سلام، يعني الراجل يعني هنا جه بص شايف يعني، بقول لك الدنيا يعني عندي يعني حاجه بسيطه، لكن هم بيعملوا الحاجة دي للمتعة، أما هي عمليا يعني أنا ما أعتقدش إن ليها أي 30 لازمة يعني، تمام. هي للمتعة يجدوا لأن الأصل والطعم بينتموا لعيلة واحدة، بس هل ينفع أجيب بطيخ؟ طبعا طعمه الطماطم إطلاقا ما ينفعش، بس بطيخ على قرع، شمام على قرع، قت، خيار، كل الكلام ده عيلة قرعية مع بعض، كذلك هم العيلة النباتية ده، هم اللي انتوا شايفينهم برضو عيلة مع بعضها، مفيش أي مشكلة خالص، أسرة مع إيه؟ مع بعضينا يعني، أسرة مع بعضينا، فما بيحصلش أي مشكلة خالص. هتلاقي في الآخر الراجل برضو طلع لك شوية الله طماطم، هي تلاقي طلع لك شوية البطاطس في الآخر، وأموره طيبة خالص خالص خالص. حبيت بس أشارككم الفيديو ده هوت عشان تقولوا رأيكم، إذا حبيتوا يعني أهو طماطم مختلفة نترجم لكم او نديكم الفكره يعني اللي هو عايز يتكلم عليها. بس يعني ده الراجل بقول لكم حطوا لي لايك اهوت، طبعا انتوا عمركم ما حطيتوا له لايك، انتوا حرين، تمام، لكن هو بيطلب من المشاهدين بتوعه طبعا، عاملين له 8 مليون او 10 مليون لايك، تمام. اهو ما فيش اي مشكله خالص يعني، الراجل زي ما انتوا شايفين كده. يا سلام، هنحصد بقى البطاطس النهارده، يعني احنا النهاردة بنحصد البطاطس النهاردة، بيحصد الرجل البطاطس النهاردة اهو، وطبعا لما يحصد البطاطس ده البطاطس التاني اللي جابهم اهوت، معادنا 70 يوم جنبه عشان يحصد لنا شوية البطاطس دول، ما اعرف والله الراجل ده ما اعرفش. المهم اتمنى ان يكون الفكرة عجبتكم يعني، واللي قادر ان هو ينفذها او يعني عايز عنده شغف بالحاجات دي ممكن يقلد الراجل ده هوت في كل اللي قاله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.